ويلي آت. مصارع نمساوي شهير قادته العزلة بسبب كورونا لقرار فاجأ جمهوره. ويلي يبلغ من العمر 37 عاما، دخل عالم الفنون القتالية عام 2008، فاز في 16 من 33 مباراة احترافية، ولبراعته القتالية لقبه جمهوره بالمذهل. منذ ضرب فيروس كورونا العالم وتوقفت جميع الأنشطة وعاش الملايين في العزل الصحي المنزلي، عانى المصارع النمساوي من الملل، وبعد تفكير قرر أن يشغل وقته بالتعمق في دراسة الدين الإسلامي الذي ربطت وسائل إعلام تعاليمه بالوقاية من الفيروس. ظل ولي أياماً وأسابيع يقرأ ويبحث ويدقق حتى كون رأياً. ومنذ أيام نشر فيديو عبر حسابه على إنستغرام أذهل متابعيه. أشهدوا الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أرفق ولي تعليقا على هذا المقطع قال فيه: لقد أعطتني أزمة كورونا الوقت الكافي لأجد إيماني مرة أخرى، وعندما مررت بأوقات عصيبة أعطتني العقيدة الإسلامية القوة اللازمة لمواجهتها. إيماني الآن قوي بما فيه الكفاية حتى أتمكن من التعرف على الإله الحقيقي الوحيد والنطق بالشهادتين، حتى أقول بفخر نعم أنا مسلم. انتشر مقطع ولي وهو يعلن إسلامه انتشارا واسعا، وجاءته نصف مليون رسالة مليئة بالتهنئة والمشاعر الدافئة. أطلق على نفسه اسم خالد حبا في الصحابي خالد بن الوليد، واحتفل باقتنائه مصحفا وأعلن شوقه لصيام شهر رمضان. شاركنا كيف استثمرت فترة قيد الحركة منذ تفشي فيروس كورونا؟